السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هلا ومرحبا بكم جميع في حلقة من حلقاتنا اللي تعودنا عليها طيلة أيام الشهر الفضيل، برنامجنا فيه العافية. اليوم حلقتنا متميزة شوي، خلينا نقول إنها من العيار الثقيل على قولتهم. حلقتنا الله يسلمكم اليوم بنسوي معاكم القشيد. القشيد الله يسلمكم أغلب هالقطر يسوونها على اليراير الصغار اللي هو سمكة اليريورة أو سمك القرش الصغير. له مسميات عدة، اللي يقول له ولد الولد، اللي يقول له اليريور، اللي يقول له في بعض من أنواع يسمونهم الضلعة. في الله يسلمكم اليريور نفسه اللي هو القرش. انا بسوي اليوم على شكل مختلف. السمكه اللي متوفره عندنا دائما اللي هي اما الشنعده او السكن. سمكه السكن الجلده مالتها شوي يابسه في الشيله، لكن حق القشيد تطلع معاكم روعه. اليوم بسوي معاكم يا على الشنعد. عندي ماي دافي او خلينا نقول شبه مغلي الا شوي، بنزل عليه. اول شيء عندنا الشنعد مثل ما تشوفون مقاديرنا هني موجوده. الشنعد مقصص بهالطريقه، انا مكركمه شيء بسيط عشان الاسفره. عندنا البصل اللي مقصص شرايح صغيره، بستخدمه مرتين، مره في حمسه ومره براويكم الطريقه اللي بنسويها. وعندي الكزبره الخضراء اللي يحب يحط البصل الاخضر، الشبت براحته. عندي هنا الله يسلمكم ماي اللومي الاسود. ماي اللومي الاسود بعد ما ينفاح عندي احتاجه شويه اخليه على جنب. طبعا هذه كطريقه خاصه تحبون تسوونها تعطيكم طعم وايد حلو. عندي الدهن القطري حق التزيين وايضا حق الحمسه. عندي اللومي الاسود المكسر شلينا منه الله يسلمكم البذر او الحبوب. عندي الكمون الناعم مهروس الثوم، ما راح احط منه وايد لان ابي طعم السمكه يكون واضح في الحمسه. عندي الكركم، عندي الفلفل الاسود، عندي الله يسلمكم البهارات مالتنا اللي بنستخدمها. عندي حبوب الجلجلان او الكزبره المكسره، وعندي بودره الليمون الاسود، وعندي الشبت. اول شيء نبتدي الله يسلمكم نحط الشنعد في الماء نخليه ينفوح. شوفوا القطعه ما شاء الله شحلاتها وزينها، هذه القطعه الاولى وهذه الثانيه وهذه الثالثة. عشان أطيب معانا الشنعد أو الطيبون مع بعض اليراير شو تسوون؟ رشة بصل صغيرة على ماي الفوح. هذه هي رشة البصل، زين، وشوية كركم، رشة صغيرة، وشوية البهارات اللي بنستخدمها. نخليه يغلي والسمكه الله يسلمكم تنتف معانا. عقب نشيل منها العظم ونشيل منها الجلد. نعلي على درجه حراره غليان الماي ونسكر على راس الجدر. لاحظوا ما حطينا ملح هني، ليش؟ بنستخدم الملح في الحمسه اللي بنسويها. حطيت رشه زيت صغيره، الحين بحط عليها الدهن القطري لان سر الطعم فيها بتكون. هذه هي الدهن القطريه. الجذر عندنا حامي، شوية بصل، بسم الله وعلى بركة الله، بعد شوي ما يضر. البعض يحب يحط الله يسلمكم في القشيد البصل الأخضر، عينتوه عندكم تقدرون تحطونه يعطي طعم بعد وايد حلو. البصل الأبيض حق بعدين، أنا بستخدم البصل الأحمر اليوم. الكزبرة الخضراء من العناصر الأساسية، الشبت اختياري، اللي يحب يضيف يضيف، اللي يحب يستغني براحته. من البصل يذبل معانا ياخذ لون بننزل قبشة المهروس الثوم. هذه ما نبي نضيع طعم السمك عندنا ابدا، نحب سفرة السمك في اكلنا. البعض يحب يحط الثوم مع الزنجبيل عشان حمستها تطيب بزيادة، انا اكتفي بهالمقادير. نحطه على درجة حرارة عشان الحمسة تجهز معانا بسرعة. القشيد الله يسلمكم على اي سمكه هبره تعجبكم، بس هي الاساس استوت على اليراير. كانوا هالبحر اللي ينزلون صيدهم في اليراير كانوا يسوون عليه القشيد. البعض يحب يسوي حمسه ينثرها فوق العيش، البعض يحب يحط الحمسه في قاع العيش، البعض ياكلها حمسه مع خبز. كل واحد له طريقته وكل واحد له الطعم اللي عجبه. الحين في هالمرحله انا بنزل الليمون الاسود المكسر، بيعطيني طعم في الحمسه بعدها طعم اطيب واحلى. نلاحظ الله يسلمكم ان البصل ذبل معانا. شوفوا البصل خذ معانا اللون الاشقر الفاتح، الحين مهروس الثوم على طول. طبعا القشيد الله يسلمكم من ضمن الاطباق الموجوده عندنا في المطعم. سوينا طبق شوي مميز اللي هي سلطه القشيد، وسوينا القشيد نفسه. البعض يحب يطلبه مع العيش، البعض يحب ياخذه حمسه، والبعض يبي ياكله على السلطه.
فالقشيد مثل ما قلت انا مسويه عندي من العناصر الاساسيه في المنيو عندنا. الحين نحمس ونخلط. شو نسوي؟ يا تحزت البهارات الناعمه. اول شيء شويه ليمون اسود ناعم. ليش؟ ابي حموضه اللومي الاسود تكون واضحه عندي. الجلجلان، الكزبره الحب، احنا مشوحينها شوي على الطابي ماخذه لون غامج. هو سر النكهة عندنا بيكون في القشيد. البهارات مالتنا بعد تقريبا، لان كميتي صغيرة بحط نص قبشة طعام مو بزايد، اذا زدنا البهارات تروح علينا طعم السمكة ومالها حلا عقب. الفلفل الاسود بعدهم شوي. والكركم مثل ما انتم تشوفون. الذبان مينننا على البحر وابتدى يدش علينا الصيف الله المستعان. عندكم هني الكمون ونحمس ونخلط. كل واحد مثل ما قلنا له طريقته في الحمسة. انا هذه هي حمستي مثل ما تشوفون. الحين شو بنسوي؟ الكزبرة الخضراء اللي هو الجلجلان الخضر، رشة كذي محترمة، والشبت بعد رشة محترمة. مثل ما قلنا الشبت تقدرون تستغنون عنه. أنا أحط الخضرة اللي تعجبني. هذا هو القشيد. الحين ماي اللومي الأسود. سر النكهة في القشيد. أكتفي بهالكمية. نحمس ونخلط ورشة ملح صغيرة. نخلي الحمسة تتسبك معانا، عقبها نطلع معاكم فاصل، نرجع لكم عقب الفاصل بنراويكم الله يسلمكم السمك ايش بنسوي فيه وشلون بننزله على الحمسة. رجعنا لكم بعد الفاصل. سوينا معاكم اليوم القشيد على الكنعد. مثل ما قلنا الاغلب يسويها على اليراير اللي هو سمك القرش. السمكه مثل ما تشوفون طلعناها من ماي الفوح، هذا هي قدامكم، شلينا منها الجلد والعظم. انا حطيت لكم هالحبه عشان اراويكم الطريقه شلون نشيل منها العظم والجلد مثل ما تشوفون. وش نسوي على طول هني؟ ما شاء الله هالطبق تبارك الرحمن عندنا في المطعم عيون له هالقطر كل ابوهم يجربون هالطبق. انا اكتفي بهالكميه، مجرد ما رويتكم السمكه شلون قطعناها تبون تخلون الحمسه عندكم عامره بالسمك براحتكم. شو نسوي الحين؟ هني نجيب هذه الحمسه تسبكت معانا، ننزل السمك عليها اللي بلحناه وناخذ له حركة خفيفة. تبون السمك يتكسر معاكم تبونه على حطته براحتكم. الحين الحركة السحرية مالتنا، عندي بصل ني سكرنا على النار او وطينا عليها، باخذ شوي من البصل الني بنثره هني. هني سر الطعم،
تلقون مع الحروره وتسكيره العيش والجدر هالبصل الني يذبل معاكم يستوي لين يعطيكم طعم احلى واطيب. مثل ما قلنا البعض يحب ياكلها بالخبز، البعض يحب ياكلها مع العيش. احنا عندنا الله يسلمكم العيش الشيلاني جاهز هني الحين، رشه ملح بسيطه لان حطينا احنا ماي اللومي الاسود وحطينا اللومي الاسود وحطينا الملح من البدايه، كانت تخبرون رشه صغيره. هذه هي حمسه القشيد جهزت معانا هني بالصحن اللي بننشب فيه. هذا هو العيش عندنا، هذا هو العيش جاهز عندنا. الحين نحط الحمسه فوق العيش، البعض يحب يكور السمك يحطه في 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 قاع الجدر، احنا طريقتنا كذي. هذه هي حمسه القشيد جهزت معانا ما شاء الله، شوفوا اللون شلون صارت معانا. ونزينها الحين الله يسلمكم شويه كزبره خضراء. ورشة شبت. طبعا هالتزيين اللي انا اسويه اختياري، اللي يحب يسويه يسويه، اللي يحب يستغني عنه براحته. وشويه من الدهن القطري، هذه العنصر الاساسي في طبقنا. ما شاء الله شوفوا اللون، شوفوا اللون تبارك الرحمن. طبعا الدهن القطري احنا نسويه بروحنا هني في المطعم، طريقتنا طريقه الاوليين، نسوي الدهن القطري بروحنا هني. خلصنا طبقنا حق اليوم، خلينا ننظف الطاوله. وبكذي الله يسلمكم جهزنا معاكم طبق حلو تاكلونه على الغداء على السحور، احلى منه ما في، وحتى على العشاء. قشيد على سمكة السكن، تابعونا في الحلقات الجايه اكيد عندنا اطباق احلى واجمل ان شاء الله.